كيفاش كيجي كونكريت ميدلاين؟ خصنا الانسان يهضر على الحال اللي ساكن فيه. حنا الحال اللي ساكن فيه ما عندناش المواصلات، عندنا نمره 14 كتطلع انت واحد المنطقه كيقولوا لها الهرارش مع الاداره، وعندنا نمره 16، نمره 16 من ناجوج. يعني بالنسبه لتلاميذ المدرسه دائما ضايعين، دائما كياخذوا بيف ساعه الدخول الساعه الاولانيه. بالنسبه للانسان اللي غيمشي ويجي على حساب العمل راه ما يتكلش على الحافله، ضروري يشوف شي نقل اخر. الخدمه ديال حافله النقل الحافلات النقل العمومي بالنسبه لي قليله شويه، النقل سيء شويه حيت قلالين الترامبيات، قلالين اغلبيه كنتمحنوا خصوصا في الترامبيات السوايع اللي كيكوزوا في الصباح. اذا مشات لك راه قلالين، اذا مشات لك الترامبيه وعندك مدرسه في الصباح ما تقدرش تمشي لها، خصك تمشي ترونسبور ولا تاكسي ولا ضروري، وما تمشي الترامبيه قليل. ديال الصعوبات مع الطوبيسات كان بعض المرات كيدوزوا كيكونوا بعض المرات حتى خاويين، ما كيبغيوش يوقفوا، كيجلسوا حتى عندنا هنايا وكيبقاو كيبدلوا الرقم ديال الطوبيس، كيديروا بحال كيكون 10 ولا 2 كيبدلوا كيردوا 8 9 باش زعما راه ما غاديش نوقف هنايا. بعض المرات حتى كيكون كتكون بحال هكا الدنيا باقا زعما الطوبيس باقي خاوي، كلا تعطلتي غير شويه واخا كدق عليه كيشوف فيك زعما راه انت معطل، هو كيسد عليك الباب وكيمشي كيخليك موراه. خدمة معتبره، الوقت كيجيو في الوقت، يعني ما كاينش زعما تاخير، محترمين والوقت كيجيو كلشي يعني مزيان. بالنسبه لي انا المشكل ديال الترامبيات هو التعدد ديال الليسيات، كانوا الليسيات فاش كيتزاد الليسيات. دابا العام اللي فات كان المشكل ديال الليبوس بزاف، حيت كان الاكتظاظ بزاف حيت الليسيات ما كانوش كاينين. هذا العام الحمد لله شويه تزادوا جوج الليسيات، تزادت واحده في طنجه بباليه، دونك الناس طنجه بباليه ما بقاش عندهم مشكل في الترامبيه. دابا كما شفنا كتجي خاويه، والناس حتى الناس تجي هذا دغور دمغوغه حتى هي تزاد الليسيات تما، دونك ما بقاش هذا المشكل ديال الترامبيات. بالنسبه للاحياء اخرين ايه موجودين، عده الارقام اللي كتوصلوا من الحي هنا المحطه هنا المكان هنا، اما بالنسبه لنا حنايا ضايعين، حنا وليداتنا ضايعين في ديك المنطقه بعدك، وعينا ما نعملوا الشكايه للاداره، يعني المقدم والقايد ويهضروا الناس في الجمعيات وصلوا هادشي هذا، وما شفنا حتى لا بديل ولا جديد. كل مره كيقولوا لنا غيكون شي حاجه ما كانت. ونطلبوا الله المسؤولين يعملوا شي نتيجه وشي محاوله ويشوفون هذا بحال اللي قال سيدنا، الثروه ثم الثروه، يعني الجيل هو اللي خصو نعطيوه شي حاجه جديده ومزيانه، ماشي اللي ضاع حنا غلطه هذوك نضيعوهم. توصل للدار كيسد عليك الباب وكيمشي كيخليك انت تشتا. بعد مرات واحد المرات كنبقاو حتى ل8، كنخرجوا مع 6 كنبقاو حتى ل8 عاد كنوصلوا للدار. كاين مشكل ولكن ماشي بزاف، حيت دابا مثلا العام اللي فات كيكون الشتا كتجي ترامبيه عامره ما كتوقفش، كتجي الاولى الثانيه الثالثه كيبقاو هنا، الدراري ماشي مشكل، الناس كيبقاو هنا حتى لديك جوج ساعات. جوج ساعات انا سبق لي بقيت هنايا جوج ساعات كنستنى ترامبيه. دونك الفكره اللي نقدر نوصل انا هما التعدد ديال الليسيات، اذا كان الليسيات بزاف ما يكونش مشكل.